هنرسم أبو أشرف في رتبة الدياكون. دياكون يعني شماس كامل. شماس كامل ده ليها شروط صعبة شوية، وليها يعني ظروفها زي ظروف الكاهن بالظبط. فالدياكون ممكن يناول الدم، يعني مع أبونا ممكن أبونا يناول الجسد والدياكون يناول الدم، بس ما عدا الحاجتين، حاجتين لازم يعملهم أبونا. هو ما يناولش نفسه، لازم أبونا اللي يناوله، وما يناولش الأطفال، ما يحطش صبعه في الدم ويناول الطفل الرضيع، دول برضه لازم يعملها أبونا. فهو بعد ما أبونا بيناوله بيديله جهاز يناول باقي الشعب. يعني في صلواتكم بعد ما أبونا اتكلمنا مع بعض، هو حس إن أبو أشرف أحد بهذه الدرجة ورتبة الشماس الكامل، اللي هو بيسموه شماس الإنجيل عندهم هنا، شماس كامل دياكون، رتبة دياكون، دي أكبر رتبة يمكن فيه، بس بعدها أرش دياكون ورئيس شمامسة. لما يكون فيه كذا شماس بيبقى لهم واحد رئيس شمامسة. فبركة كبيرة للكنيسة هنا في العراق. واحنا اتكلمنا مع سيدنا البابا واخدنا بركته في رسالة ابو اشرف دياكون. سيدنا البابا عنده فكرة مبارك وقال بالبركة تفضلوا ارسموا ابو اشرف دياكون. فالنهاردة ان شاء الله بعد صلاة الصبح هنرسم، نعمل طقس رسالة الدياكون، وبعد كده ابونا هيفصل له اللبس المخصوص، لان الدياكون ليه لبس مخصوص بيتلبس، وبيلبس جلابية سودة على طول في الكنيسة، ليه لبس مخصوص، ابونا هيفصل له اللبس ويجهزه له ويلبسه بعد كده. كل سنة طيبين وألف مبروك.